عودة للمتابعة. قبل ما نروح عند مايا وموضوع الخيانة أو المسامحة بعد الخيانة ببيت بيوت لليوم، خلينا نشوف مع غيدة بالسينما شو عندها فكرة جديدة للصلاة اللبنانية. ضمن أفلام هالأسبوع الرومانتيك كوميدي لاجيز مع كيرا نايتلي، سام روكويل وكلوي غريس موريتز عن سيدة بعد علقانة بمرحلة المراهقة. Infamous Hank Palmer, the jaded lawyer with no respect for the law. والفيلم الدرامي The Judge عن محامي بيرجع على بلدته ليلتقي بوالده قاضي البلدة وعائلته مع روبرت ديفال وروبرت داوني جونيور. Yes, this is Valentine, Maria Pander's personal assistant. Clouds of Sils Maria. الفيلم اللي افتتح مهرجان بيروت الدولي للسينما بحضور بطلة الفيلم النجمة جولييت بينوش وأداء رائع منها ومن كريستين ستوارت عن ممثلة طلب منا لعب دور بإعادة للمسرحية اللي أوصلتها للنجومية من 20 سنة مع كلوي غريس موريتز، والكتابة والإخراج لأوليفيا السياس. شكرا لغيدة. طبعا فكرة لصلاة السينما اللبنانية كمان هلأ بتعرفوا بالشتوية بتعجوا أكتر لأنه نروح نحضر سينما. اليوم موضوعنا مع مايا موضوع بهم كتار، أو أكيد يا أنتوا تعرضتوا لقلو أو سمعين بحدا تعرض لقلو. بعض المعلومات رح نعطيكم إياها والنصائح عن هالموضوع، المسامحة ما بعد الخيانة وبيت بيوت. صباح الخير مايا. صباح النور جدال. لحظة بشر، سوري. تحتين. صباح الخير للمشاهدين. مايا بتعرفي شغلة، دايماً نسأل هل بتعود العلاقة لطبيعتها ما بعد ما يتعرضوا حدا من الطرفين بالكوبل للخيانة؟ يعني في صعوبة كتير كبيرة انه تعود العلاقة لطبيعتها اكيد، بس كمان بنشوف كتير من الزيجات بياخذوا القرار. يعني هلا بتقلي الامرأة هي كمان بتخون مثل ما الرجل بيخون، انا معك. رح نحكي اليوم عن الامرأة وعن الرجل. انا بتمنى عليك انه تكون عادلة. لا مش احكي عن طرفين. بس انه اللي بيسامح اجمالا اذا قرر يسامح، هيدا الشيء ما بيعني انه بعدين الزواج ما بعد المسامحة رح يرجع لحالته الطبيعية، بده يصير في مجهود من الطرفين تيرجع لحالته الطبيعية. هلا انا يعني بعرف حالات، وبعرف حالات رجعت العلاقة افضل من قبل ما بعد الخيانة. افضل من قبل لانه بالحالات يلي بترجع فيها العلاقه افضل من قبل، الشخص اللي بيكون هو قام بالخيانه بيكون فعلا عم بيقدم كثير تعويضات عاطفيه ومعنويه للشريك، يعني بيكون عمل تغيير جذري فيه لحتى يثبت للشريك انه انا بستاهل فعلا فرصه ثانيه ونهائيه وبستاهل انه نحن نكفي سوا. هلا انا وياك رح نطرح الموضوع اكيد، انا كثير حبيت اخذ راي الناس بهيدا الموضوع. بنشوف الاراء وبنرجع بنحكي. يلا يلا. ولا ممكن اللي بينكسر ما بتصلى. بهرب من الحقيقة. إذا شريكتك خانتك بتسامحها؟ أكيد لا. إذا أنا كنت معها منيح وعم بعمل لها كل شيء وبحبها وستيرها وكذا، ليش بدها تخوني؟ وإذا خانتني ما تبعتني. أكيد إذا مرتي أكيد مش حقبل. صاحبتي هذا فيها بحس فيها وجهة نظر. أنا مطلق زوجتي جديد، ما عملت معه شيء، أعطيتها حقوقها وزيادة وقلت لها روحي الله معك. طبعا عادي، المشكلة بسيطة. أكيد أسامح. أكيد بسامحه لأنه يمكن أنا مر بظروف يسامحني يضطر يسامحني كمان. حسب كل شيء، لنقول اذا مثلا كان مسافر بيكون شيء، اذا كان حد بيكون شيء ثاني. لا الا يعني في شرخ ما بتزبط. لا بضل معلم كل شيء. اكيد سامح، اكيد لازم السامحه. ما تمشي الحياه اذا ما سامحه. ما بعرف ممكن قلت له يعني بقيت له اكيد. بسامح الواحد بس بحدود معينة، ما بيقدر يترك المسألة هيك
انه خنتني وخلص يلا ماشي الحال. بدها شوية وقت لترجع تزبط العلاقة. رح ازعل كثير، رح انجن يعني، مش رح ازعل كثير ماشي، بس بعصبه هيك وبتركه يمكن، وبحكي له بدي اعمل زيك اوكي، وبعدين بهدا برجع بفكر بالموضوع وبنرجع، بس بضله تحت المراقبة. بحب اخلص منه. That's where I long to be. Everything's perfect. بعرف الآراء اختلفت، اللي بيسمح لحاله بده يسمح لغيره، اللي ما بيقبل على غيره ما بده يقبل على حاله، يلي بيطريها ممكن في اوقات اوضاع بالحياه خلينا نطريها، اذا كان في اولاد اذا كان في عائله، حتى ما نخرب الامور لو اوضاع بتجبر لا. الشخص انه يقبل بشيء هو منه مقتنع فيه، بيكون مش قابل انه يكفي، بس مثل ما عم بتقول بكفي مشان اكثر شيء العائله. بس خلينا نبلش من الاول، مع انه معنا وقت قليل، بس خلينا نبلش من الاول انه انكشف المستور وانكشف المخبى. كيف لازم يكون التصرف من الطرفين، المخبون والغابن؟ بالضبط. هلا اول شيء جوزيف، في عنا الشخص اللي مغبون مثل ما عم نقول، او اللي تعرض للخيانه، اول شيء هيدا جرح كثير كبير لصورته الذاتيه، لصورته الشخصيه. يعني وقتها بدها تعرف الامراه مثلا انه زوجها خانها او بالعكس، اول شيء في جرح كبير انه ليه؟ يعني انا مش قادره اكفي له حاجاته، او هو انا ما بعجبه، او هو منه سعيد معي، في نقص، او يعني هو فتش على شيء ثاني، في نقص اكيد. نعم. نقص كثير كبير، بس هيدا الشيء بيرجع الشريك بيعيله من بعد ما يمرق من الصدمه. يعني في اول شيء الصدمه يلي هي ما بيتقبلها، ما بعد الصدمه في تفكير عند بعض الاشخاص بيكون تفكير انه انا شو عملت شيء غلط، اذا بده يعطي فرصه هالشخص الاخر. وفي اشخاص بيقرروا يعطوا فرصه بيعتبروا انه انا شو عملت شيء غلط، فاذا انا كمان بدي صحح اخطائي. وفي اشخاص بيقولوا انا لو شو ما عامله، او انا لو شو ما عامل غلط هالخيانه انا ما رح اتقبلها، وبالتالي انا ما عندي شيء صححه، هو اللي تصرف غلط، وبيضلوا مصرين على الانفصال. انت مع الاشخاص يلي هن متجاوبين مع بعض بالحياه والحياه الاجتماعيه والامور كلها، بس اكشولي منهم متجاوبين مع بعض؟ او اكيد لا، مش اكيد لا. نعم. اكيد لا. انا مع حتى ما نوصل لمشكله خيانه، وعم نحكي عن الخيانه يلي يعني خلينا نقول الامور مثل ما هي جوزيف. هلا في كثير زيجات بيكون كل شيء بيرفكت فيها، يعني بتكون الامراه جميله جدا، عم تهتم بزوجها، حياتهم الجنسيه رائعه، هو شخص كثير منيح، في اتفاق، بس بيكون في عند احد الطرفين، وبمجتمعاتنا بنشوفها اكثر عند الرجال، ميول عند الرجل للخيانه، بمعنى انه هو بيكون بطبيعته ما بيقدر يكتفي بامراه وحده. او عند المراه، عند المرأة بس أقل بمجتمعاتنا، أقل من عند الرجل. فهون بيصير أنه صار في مشكلة شخصية عنده إياها الشخص، أنه هو أقدم على خطوة الزواج، وهو بيعرف أنه هو ما بيقدر يحترم هيدا العهد اللي أعطاه حصرياً لشخص واحد. طب أنت عم بتقولي شغلة كتير مهمة، أنا قلت لك إذا مش متناغمين جنسياً، قلت لي أنه ما يكملوا مع بعض، بس بدون يحل المشكلة يخونوا؟ بدهم يحلوا المشكله، اكيد ما يخونوا، مش هيدا الحل. اليوم في كثير سوليوشنز، او في كثير حلول للمشكله، في السكسولوج اللي متخصص بالامور الجنسيه، بيروحوا بيستشيروه بيحلوا المشكله، بيحلوا المشكله بين بعضهم. بس اوقات بس وقت يكون ما في تناغم جنسي، هي منا كبسه زر مايا، منا كبسه زر، مشان هيك لازم ينحكى فيها. يعني قد ايه بتشوف كابلز وقت ما بيكون في تناغم الجنس، التناغم الجنسي بيكون عندهم الجرأه يحكوا بالموضوع مع بعضهم؟ نعم. بده يكون في الجرأه انه يحكوا بتفاصيل العلاقه الجنسيه مع بعضهم، لانه اوقات هالكلام هيدا بيؤدي لحلول بين بعضهم. نعم. هي امور كثير بسيطه، يعني اذا الزوجه بتطلب من زوجها شو الامور اللي هي بتسعدها جنسيا، والعكس صحيح هو بيطلب منها، هيدا بدايه الطريق جنسية يعني. الا اذا كان في مشكله عضويه. صارت الخيانه وندم الشريك او ندم اللي خان، هل ندمه رح بيكون كافي لانه ما يكررها مره ثانيه، ولا هذا بيكون طبع عنده؟ حسب الاشخاص، لا، في يكون طبع، وفي يكون فعلا هفوه صارت وغلطه وهو كثير ندمان عليها وعم بيلوم حاله كيف عملها لهالغلطه. نعم. بس بكل الاحوال الشخص يلي هو الخائن هو شخص مطلوب منه يعطي كثير تعويض عاطفيه، تعويضات عاطفيه وتعويضات نفسيه للشريك، يعني يثبت له بالمرحله اللي جايه انه فعلا هو عنده حب كثير كبير تجاهه، وعنده اعجاب
انجذاب تجاهه ومكتفي فيه لهالشريك. نعم. مكتفي فيه بجماله جنسيا، بطريقه محادثته للاخرين، بوجوده، بحضوره، بكل شيء، لحتى يقدر هالشخص اللي هو تعرض للخيانه وكان ضحيه خيانه يتجاوز مشاعر الاسى، ولحتى يقدر يزيد من 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 امكانيته انه هو يسامح، لانه المسامحه ما لها كبسه زر، المسامحه هي فرصه. الكابلز اللي بيسامحوا الحديث بيكون انه انا رح ارجع اعطيك فرصه او رح ارجع اعطيك فرصه، بس ما باكد لك انه رح تنجح هالفرصه او باكد لك، يعني بيكون في فتره زمنيه، اكيد هالفتره ما بتقل عن شهر شهرين مينيموم، بيصير في اختبار اذا انا رح اقدر سامح او ما رح اقدر سامح. هلا عند الشخص الاخر اللي بدي اقوله كثير قاسي ويمكن قليل الاشخاص اللي بيفكروا فيه، عند الشخص اللي هو كان ضحيه للخيانه كثير مهم بوقت من الاوقات اذا هو عنده الاراده يكفي بهيدي العلاقه يرجع يراجع حاله، يراجع نفسه، يشوف، ما عم برر خيانه الشخص الاخر انا ابدا، بس يشوف اذا هو كان عنده بعض الامور بعض التصرفات يلي هي زادت من احتمال الخيانة أو شجعت على الخيانة أكثر، لأنه في كتير زيجات في مشكلة أساسية بيمرقوا فيها هي مشكلة الروتين يلي ما في علاقات كاملة بالحياة، يعني أنه في 100% ولا ممكن، يعني في نقص مطرح معين بده يكون أكيد، وقديش بده يكون في وعي لأنه ما بس حسب جوزيف بقعة النقص قد ايه بتكون وبأي سيكتور أو بأي مجال بتتعلق النقص، يعني إذا النقص خفيف بيتعلق بمجال انه انا زوجتي بحبها تلبس قصير وهي ما بتلبس قصير بيمرق النقص. نعم. انا زوجي بحب يدهرني على نايت كلوب وهو ما بحب بس بحب نروح نتعشى على رواق كمان بيمرق النقص، بس اذا النقص كان بيتعلق بالعلاقه بجوهرها للعلاقه يلي هو جوهرها معامله احترام، اقشع رجل قدامي قادر يحميني، اقشع امراه قادره تدللني، قادره يكون قلب علي، هيدول صاروا جوهر العلاقه. نعم. وكمان الجوهر الجنسي للعلاقة، إذا النقص صار نقص مزمن عم بيدق بالعلاقة كجوهر علاقة ومنه نقص ما بتضاين بدها توصل للخراب، بدها توصل للخراب أو بخيانة. نعم. أو بغير خيانة. نعم. مشان هيك هالنواقص وقتها بتنوجد نحن بدنا نحكي فيها، ما في شيء بده يكون تابو أبدا. طيب وقتها أنا بتشوفي عادة بس يعملوا إحصاء معين على أي شيء بهالدنيا بيعملوا على عينة من العالم، من خلال العالم اللي بنعرفها بالحياة بنحس إنه في كمية كبيرة من العالم عايشة مع بعضها بالاتفاق او بالكذبه لانه يكملوا يعيشوا مع بعض، يمكن الخيانه موجوده ويمكن البعد موجود، ما في بيناتهم علاقات جنسيه، يمكن عارفين انه الخيانه موجوده في مكملين وعارفين من الطرفين اوقات انه الخيانه موجوده مكملين حياتهم ليحافظوا على العائله على الاولاد، يمكن فيها وجهه نظر. بس انت بهالحاله بتفضلي يصير في انفصال اذا كان في اولاد، ولا يضلوا مكملين متفقين مع بعضهم عايشين بفرد بيت يربوا هالولاد؟ هلا هيدا قرار شخصي هن بدهم ياخذوه، بس انا رح اكون واضحه بجوابي، طالما هن وانا بشك بهالموضوع ما عم ينقلوا التاثيرات للاولاد، يعني الاولاد ما عم يتاثروا بشيء. نعم. وانا بشك، يعني طالما هن قادرين يحافظوا على وجه معين للعائله انه بنظهر كعائله سوا، في احترام بيناتنا، الاولاد بيشوفونا على انسجام ماسكين ايدين بعضنا بنتساير مع بعضنا. نعم. اذا الاولاد ما عم يتاذوا وقادرين يتحملوا هالفراستريشن هالكبت هيدا لسنوات، ليش لا بيقدروا يكفوا؟ بس قديش عدد الكابلز اللي بيقدروا يعملوا هالتمثيل قدام الاولاد؟ بس انا بلاقي انه في نسبه كثير عاليه، ما بدي اذكر نسبه بس انا نسبه عاليه جدا لا متوقعه من العالم اللي متفقين مع بعضها وعايشين، بس برايك مبادئهم ما بتروح هون هن كمبدا؟ ما بعرف، بس انا ما يعني الزوجه اللي عم بتكون زوجها وقاعدين عم يتغدوا وعم عم بيمثلوا الاحترام وعم بتقول له صحتين او عم بتقول له شو اكلت وهي بتعرف انه صار في حب اخوي مع رجل اخر، بلكي في حب اخوي ما بتعرفي، تعودت على الشخص. شغلة تانية، وقت تصير الخيانة ويصير المسامحة، الشخص التاني برأيك هل رح يوقف يهت اللي خان مع الوقت؟ بدأ نضوج كتير كبير، بيوقف مع الوقت بس بعد وقت كتير طويل، وإذا فعلا هالشخص الآخر فرجاه إنه صار هو عنده تحول رهيب، يعني فرجاه إنه أنت من يوم ورايح أو أنت بدك توثقي فيي لأنه أنا فعلا صار ينوثق فيي. نعم. أنت أو أنت ما بسترجع معك أنا، بدي دائما أنت دايماً وأنت. أنت وأنت أكيد أنا ما بسترجع. عم تطالبوا بالمساواة، طالبوا المساواة هون كمان. نعم. أنا بدي أقول كلمة آخر شيء جوزيف، مع إنه هذا الموضوع بيحمل كتير إرشادات بعد، يعني كتير كنت محصورة بوقتي. بس كمان كل شيء بيتعلق بضمير كل انسان. نعم. يعني في عندك اشخاص عن جد بيكون عندهم ضمير لدرجه انا بعرف رجال اذا طلعوا تطليعه بامراه ثانيه
بحق بيكون عندهم ذنب وما بيقدروا يناموا على المخدة، وبعرف رجال كل يوم بيكونوا مع امرأة ثانية. بقولوا نحن جايين على هالدنيا مرة واحدة. وبعرف رجال كل يوم بيكونوا مع امرأة ثانية واخر همهم. طيب يعني كابتيريان الثانية ما فيش شيء. كيف لازم تجاوبه؟ لازم تتقبل الموضوع ولا تقول له وقفت هون؟ يا بتتقبل يا بتترك. إذا هي اللي كانت خاينة او هو اللي خاين، إذا بدها العلاقة أكيد بدها تتقبل فترة طويلة يهتها فيها. لأنه هاي فترة الريكونستركسيون، يعني إعادة تعمير العلاقة، وتضلها تفرجيه إنه هي عم تحاول تغير وتعود على اللي صار. أكيد إنه هي وتقدم له كتير. يعني في مجهود بده يقوم فيه الشخص اللي خان أكبر بعشر مرات من المجهود اللي بده يقوم فيه الشخص التاني. وإذا ما كانوا مجوزين، إذا ما كانوا مجوزين لازم يتجوزوا ولا لازم يتركوا إذا صار في خيانة؟ لا، سؤالك ما فينا نجاوب عليه أو لا. بارتو حلقة تانية أنا وياك، ما في او لا. بريك قصير بعد ما نعود للمتابعه مع ضيفتي اللي رح تحكي عن وان ويك ستاند واجدد نشاطاتهم، لورين ابو لحام رئيسه جمعيه وان ويك ستاند. خليكم معنا.